الست دي بتجيب سكينة وبتقربها من جسم الشاب اللي أنقذته وبتعوره، لكن بتكتشف إن بعد ثواني إن جسمه بيرجع لطبيعته مرة تانية، وهنا كانت الصدمة الكبيرة لأنها بتفكر إن السكينة هي اللي ما بتكونش حقيقية. وابنها بيقول لها إن هو عنده فكرة تانية وبيطلع جنبه على السرير كده وبيمسك السكينة وبيكون عايز يدخلها في صدره، لكن الشاب بيصحى مصدوم على الموقف ده وبيدفعوا لمسافة بعيدة جدا عن السرير اللي بيكون موجود عليه، والكل بيكون مصدوم من اللي عمله الشاب ده لأنهم اكتشفوا إن هو بيمتلك قوة خارقة قوية جدا. وبياخدوا الشاب وبيطلعوا على السطح وبيرموه من فوق وبيكتشفوا إن الشاب بيطير وبينزل على الأرض بكل سهولة، بس كل ده مبيكونش مفرح الشاب لأنه كان صدمة كبيرة بالنسبة له وبيسترجع كل ذكرياته واللي حصل له قبل اليوم ده، وبيفتكر الرجل العملاق اللي كان عايز يتخلص منه ويقتله، والجو بيكون مطره وبيجيب منشار عشان يقص رقبته، لكن بتسيبه شحنة كبيرة من البرق بتدفع الشخص العملاق اللي كان عايز يقتله المسافة بعيدة جدا عنه. وبتتغير حياة الشاب تماما في اليوم ده لأنه أول ما صحي من النوم وبص في المراية لقى إن جسمه اتحول 100